إلى هذا استقبل مطار العريش اليوم طائرة قادمة من تركيا على متنها أكثر من 40 طن من المواد الإغاثية القادمة من منظمة الهجرة الدولية لإرسالها عبر معبر رفح البري لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. للمزيد معنا من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، هل لك أن تطلعنا على آخر تطورات المشهد لديك؟ تحياتي لك ريهام ولكل السادة المشاهدين. جهود مصرية كبيرة تتم لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وكنا دائما نتابع معكم المجهود الذي يتم في تجهيز المساعدات الإنسانية داخل المركز اللوجستي للهلال الأحمر وأيضا الشاحنات الموجودة أمام معبر رفح، لكن هذه نقطة هامة في استقبال المساعدات وهو المسار الجوي الذي حددته مصر لاستقبال كل المساعدات من الدول التي ترغب وتريد أن تقدم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين. نتابع الآن كما ذكرت الطائرة التي هبطت في مطار العريش قادمة من تركيا، وعلى متنها تحديدا 48 طن من المواد الإغاثية والبطاطين والخيم مقدمة من منظمة الهجرة الدولية، هبطت في مطار العريش والآن تتم عملية تجهيز هذه المساعدات. كما ترون من خلفي يعني حجم المساعدات وخلية النحل التي تعمل على مدار الساعة لتفريغ هذه الشاحنات من الطائرة من خلال يعملون هنا في مطار العريش بحمل هذه الاطنان على الشاحنات المختلفه تمهيدا لارسالها الى الهلال الاحمر الاستراتيجي وحملها على الشاحنات التي تتوجه مباشره الى معبر رفح. وهذه نقطه هامه دائما ما يتحدث عنها الوقود التي تاتي الى مدينه العريش وايضا البارين، وكان اخرهم كما ذكرتم مساعد وزير الخارجيه الاماراتي للشؤون الصحية بالأمس أن لولا التسهيلات التي تقدمها مصر لهذه الدول ولهذه المنظمات لما استطاعت أن تقدم الدعم والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين من خلال الطائرات التي تصل إلى مطار العريش وحجم المساعدات الهائل الذي يتم إيصاله إلى معبر رفح. فقدموا الشكر والتقدير لمصر على هذا التعاون وهذا المجهود الذي يتم في المسارات الثلاثة، سواء كان المسار الجوي أو البحري أو حتى البري. فهنا في مطار العريش هذه الطائرة، وربما أيضا في مساء هذا اليوم ستأتي طائرة إماراتية أخرى، هذا بالإضافة إلى المجهود الذي يتم أمام معبر رفح ودخول الشاحنات. نتحدث اليوم أيضا عن دخول 180 عدد من الشاحنات، تحديدا 188 شاحنة اتجهوا إلى منفذ كرب أبو سالم و 22 شاحنة اتجهوا إلى منفذ العوجة. كل هذه الشاحنات بها عدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تجهيز عدد كبير من الشاحنات داخل مدينة العريش لإرسالها إلى معبر رفح. هذا بالإضافة إلى الاستمرار في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين. نعم. حتى هذه اللحظة المعبر استقبل 36 مصابا بالإضافة إلى 72 مرافقا لهؤلاء المصابين، يتم نقلهم على المستشفيات المختلفة بالإضافة إلى الوحدات السكنية الموجودة للمرافقين. إذن نتحدث عن مجهودات مصرية كبيرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين وأيضا بالمساعدة في إجلاء بعض المصابين والجرحى الذين يتوجهون إلى الدول التي ترغب في دعم الأشقاء الفلسطينيين بعلاجهم. من سافروا إلى الإمارات بالأمس نتحدث عن 118 مصابا بمرافقيهم توجهوا إلى دولة الإمارات، وتم توجيه الشكر من قبل الفلسطينيين للسلطات المصرية على كل الدعم والمساندة الذي يقدم لهم بمجرد وصولهم إلى معبر رفح. وهذه جهود لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر محمود جميل من مطار العريش، شكرا جزيلا على هذه التغطية الوفية محمود.